السلام عليكم الدراري، نتمنى كلشي مزيان. المهم في افضل الاحوال ديالكم. بالنسبه للدراري اليوم غندويو على واحد لادابتور ديال الواي فاي. هو هذا بالنسبه للدراري، هذا بحال يو اس بي. المهم هذا ادابتور كيجبد الواي فاي داكشي. المهم وثالث تضرب لك اللابتوب مثلا لي كارت ديال الواي فاي، حتى انا تضرب لي الكارت ديال اللابتوب. ودونك خديت هذه باش نخدم بها، فهمتوا؟ هادو عنده بزاف ديال زانفورماسيون باش تخدم بهم، بحال سميتو، بحال مثلا الى منك الى تضرب لك اللابتوب، وقالك مثلا الى بغيتي دغيا تخدم الواي فاي. وبالنسبه الى كان عندك شي بي سي بوست عاوتاني، ما ديك قوه خيوط او داكشي يخدم بهذا، كديرو كتخليه كديري. بالنسبه اللي كنت قلت لكم كيفاش كتضرب اللابتوب، ها هو كما كتشوفوا عندي هنايا، ها واحد اللعيبه هنايا، هاي يطلع لكم، يعني راه تضرب فهمتي، يعني ما يشدلكش الواي فاي. دونك هو هذا، غادي نوريكم الدراري كيفاش الطريقه كيفاش كتخدم. خليكم معايا. هو شوف، هو راه كيكون يو اس بي في نفس الوقت، يكون معاه واحد السي دي ضروري خصو يكون معاه. ما كانش معاه كتدخل واحد لابليكاسيون تنبوست عليكم في سميتو لي. دونك هو هذا تكون سي دي هكا، خليكم معايا نوريكم كيفاش الطريقه تخدموه بالنسبه اللي عنده هذا المشكل. دونك الدراري خليكم معايا نوريكم كيفاش. المهم نحاول نوريكم الطريقه ديال الخدمه، كنحاول نفيكسي هادي. بالنسبه لي ويندوز اللي كيخدم بهم راه كامل تقريبا، جربتهم في كاع لي ويندوز خدموا عادي. دونك يعني الويت والديس وحتى هذا السات المهم كيخدموا عادي. تسناو يتقرا لينا. المهم الاخوان كندخلوا كنوريكم الطريقه ديال الانستالاسيون. كندخلوا اورديناتور، ها هو المهم السيدي راه كيتقرا لكم هنا، تقرا لكم السيدي هنا. دونك غادي الفيرسون ديالو هي هادي ويندوز، يطلع لكم هذا، كتشوف واحد السيت اب هنا، يطلع لك هذا هكا، كليكي له بوطون ولا ما طعنا دابا من تيشارجا. و الدراري هادي الباج ملي كيقولكوش اعادة تشغيل، غنديرو اعادة تشغيل تغميني الواي فاي. فوالا كيما تشوفو انا كتبنا الكود هنا، كيما كيعطينا الكود ها هو كما كتشوفوا معنا هنا، راه هو كيطلع ديجا كونيكتي، وهذا السيستم اللي كيخدم به. نتمنى تكونوا استفدتوا، شكرا بزاف الدراري، واللي كنت بارطاجت معكم هذا النهار، نتمنى تكونوا استفدتوا شي حاجه.